السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا على قنوات اليوتيوب. جات لنا شكاوي كتيرة من أولياء الأمور من انقطاع الكهرباء، خاصة مع فترة استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وطبعا معانا الشهادتين الدبلومات الفنية والثانوية العامة. بدورنا طبعا تواصلنا مع دكتور رضا حجازي وأكد لنا أنه سيتواصل مع دكتور محمد شاكر، وستكون فيه مناشدة من وزارة التربية والتعليم بعدم انقطاع الكهرباء في فترة امتحانات نهاية العام الدراسي. ده طبعا لمصلحة الطلاب، وإن شاء الله الامتحانات تكون يسيرة وسهلة على طلابنا، وما يكونش فيه أي تأثير من فترة انقطاع الكهرباء. بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب، ولو في أي شكاوى أو أي مناشدات صبوها لنا أسفل الفيديو في الكومنتات، وإن شاء الله سنتواصل مع قيادات الوزارة وسيكون فيها الرد عليكم. بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.